مباراة الزمالك مع سجرادة كشفت ليك ايه؟ والتعادل ده. طب ما نبدا بحاجه كده تسعد الجمهور شويه. قول اللي انت عايزه. لا خلينا سجرادة، لان طبعا الجمهور طبعا كل كلامه عن سجرادة حاليا ودوري الابطال الافريقي، وطبعا بيحلموا ان البطوله ترجع تاني للنادي. من 2002 ما دخلتش طبعا، مده طويله جدا، رغم ان في فرق اقل في التاريخ والامكانيات كسبت البطوله في العشرين سنه اللي فاتوا دولت. صحيح. طبعا طبيعي ان نادي الزمالك لازم يكون موجود على الخريطه الافريقيه ويرجع تاني ياخد البطوله. مباراه سجرادة تحديدا شكلت بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي صدمه، لسبب بسيط، ان الحسابات العاديه لرجل الشارع وحتى المحللين اللي متابعين للفريق كانوا بيقولوا ان الست نقاط ذهابا وايابا مع فريق الانجولي كانوا مضمونين بنسبه كبيره جدا لفرقه الزمالك. انما عشان انا اطلع قدام فريق متواضع فنيا مقارنه بامكانياتي انا كفريق اسمه نادي الزمالك وبما يضمه من لعيبه كبيره، طبعا التعادل دوت كان صادم طبعا جدا يعني. لكن خلينا ان احنا نبص ليها من وجهه نظر مختلفه، او النظره اللي هي التفاؤليه، لان احنا لا نملك غير التفاؤل، وان احنا نقول ربنا يكرم وان شاء الله تقدر الفرقه صحيح. تكمل. السيناريو الحالي حصل السنه اللي فاتت، ان الزمالك تعادل في اول جولتين وكان هيتاهل لدور الثمانيه، لولا طبعا المباراه الشهيره اللي ما بين الترجي والمولوديه الجزائر واللغط اللي حصل وقتها. حصل. طبعا وظبطوا النتيجه بحيث ان هو يقصوا من الزمالك من البطوله، رغم ان الزمالك تعادل في النقاط مع البولندية. ربنا ما يبارك لهمش على فكره، وخرجوا هم الاثنين. الاثنين خرجوا، وجمهور الزمالك كان دايما بيقول كده، بيقول طالما انتوا اتفقتوا علينا وعملتوا ما فيش فير بلاي في اللقاء بتاعكم هتخرجوا انتوا الاثنين من البطوله، وده حصل. نرجع للزمالك، طبعا كان طبعا الكل طبعا منتظر ان الزمالك يرجع بالثلاث نقاط، انما طبعا النقطه ما كانتش تسعد الجمهور، وطبعا احزنته بشده. احزنته مش عشان خاطر ان هو تعادل، احزنته عشان خاطر الاداء واجمالي المباراه. مفيش جمهور بيطلب من فرقته يكسب جميع المباريات اللي بياخدها، انما الجمهور بيطلب دايما من فرقته ان هو يؤدي باقصى طاقه عنده وافضل اداء. صحيح. وده اللي كان مطلوب وكان منتظر من لعيبه فريق الزمالك بالامس. صحيح ان الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاولاني في المباراه، لكن الاجمالي العام او المحصله العامه ايه عند الجمهور او الانطباع اللي ترك عندهم، ان ما كانش فيه الحميه، الحماس، الروح، الرغبه ان انا اقاتل على كل فرصه وعلى كل كوره. يعني ما ينفعش ان انا اصنع 12 فرصه منهم سبعه بين الثلاث خشبات ومفيش ولا كره تخش الجول. صحيح. طبعا هنتكلم عن نقطه التوفيق، تمام، كان في عدم توفيق وفي سوء حظ كبير، لان في خمس كور ولا ثلاث كور في الماتش ده لوحده في العارضه، والماتش اللي قبليه كورتين، تمام. انما بقيه الفرص ازاي لعيبه بنفس القوه والكواليتي والقيمه الكبيره نادي الزمالك ومش قادره تترجم في الفرص الكبيره ديت قدام فريق اقل بكثير في الامكانيات من في المرمى زي فريق سجرادة، مع كامل احترامنا ليهم طبعا. فطبعا المباراه شكلت الصدمه، لكن بنقول ان التعادل افضل بكثير من الخساره، لان برضه انت جاي عليك هجمات مرتده في الشوط الثاني، ولولا طبعا ابو جبل يعني شال تقريبا جونين على الاقل بنسبه 100%، فطبعا دوت كان شيء ايجابي من المباراه. والحارس بتاعهم برضه شال كوره شيكابالا، الحارس بتاعهم امبارح كان غير طبيعي، بن شرقي، واعتقد ان هو مش هيأدي في حياته كلها ماتش زي اللي عمله امبارح. يعني امبارح كان متالق بشكل غير طبيعي، ده في كور غريبه جدا، ولو هو ما صدش العرضه بتقوم بالدور يعني. خلينا نرجع نتكلم تاني عن المباراه بشكل اكثر تفاؤلا، ونقول ان النقطه ديت مش سيئة بقدر الحزن اللي عند الجمهور، ممكن تكون أفضل طبعا من الخسارة، لأن أنت عندك مباراة هامة جدا يوم السبت القادم إن شاء الله قدام الوداد. أعتقد إن المباراة دي هي اللي هتبقى الفيصل أو الحاسمة في مشوار الفريق في بقية البطولة، لأن طبعا أنت مطلوب منك إنك أنت لا تخسر هذه المباراة. صحيح. مش هدفك الأول أنت تكسب، لا، هدفك الأول إن أنت ما تخسرش هذه المباراة. ليه؟ النهارده الزمالك فاضل له اربع ماتشات، اربع مباريات ب 12 نقطه. لو فرض ان احنا على أسوأ الظروف تعادلنا مع الوداد، اصبح الفريق عنده ثلاث نقاط،
اصبح قدامك لسه في 9 نقاط، لو انت قدرت تكسبهم تاهلت الى الدور الثمانيه. فطبعا هو هدفنا دلوقتي وهدف الفرقه المفروض ان هم يركزوا فيه ويفكروا فيه ان هم ما يخسروش الماتش القادم رغم صعوبته جدا بعد خساره الوداد بالامس امام اتلتيكو وشقلبت المجموعه. اتلتيكو بقى متصدر، الوداد وصيف، الزمالك في المركز الثالث، وسجرادة طبعا عنده نقطه وحيده، فطبعا هتصعب. سيس عنده امل، هو رخر سجرادة. سجرادة على الورق اللي عنده امل. سجرادة اعتقد النقطه الوحيده اللي خدها من بيراميدز هتبقى الوحيده اللي في المجموعه.